السلام عليكم، رجعنا لكم مقطع جديد. معنا لعبة اليوم يا معتز اسمها جنجا، يتكون من فريقين. ايوه ولا فريقين ايش؟ يعني يلعبوا اثنين اثنين فريق. ايوه تمام. يعني الحين كل واحد الحين تو اصحاب، وانا اصحاب الحجر المقص ولا كيف؟ فريقين فريقين. هذا ايوه. نبدا بالحجر ورقه ومقص. نبدا الان بلعبة حجر ومقص، كل واحد يختار صاحبه او خصمه، فنبدا من هو مره بدون انا وياك. انت بكر او نبدا من هنا وانت من اللي يفوز بعدين يتقابل مع الخصم ذاك. حجر ومقص، ما هو اسمه ذا؟ هو الحجر ذاك حجر ورقه. لا كذا كذا يجي. اوه كذا ايش كذا؟ اوه حجر ورقه ومقص، حجر ورقه ومقص، حجر ورقه ومقص. Thank you.
بكري ايه هني بارتبوك لا تمشي وحدك يا جمال صاحب انتبه العب قدام ده المكان اللي هو اللي بينزل الحين بس فوقه نزل على الطرف دي شوف لك كل اللعبة لا 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 الثلاثة شيل واحدة منها وانا بلاقي هنا شوف اسكت ابوي ولا اسحب الوسط اللي بجنبها كنت ما حد يتكلم يا وغي بل تخليه راح اهزم انا خواف صعب البيت بالله علي اه بعرف تروح ساعة ترى خلص الوقت المفروض تسوي وقت والله واحد اثنين ثلاثة ربا والله عندك والله عندك تعال والله عندك والله حرام والله عندك والله
اي والله انه معاقني والله عندك سمع اي وقت انا سمع يقرب شكلك والله انه والله انه معاقني اثنين الكلام الحمد لله عندك في كلام الحمد لله عندك في كلام والله انا بالاقرب نهيك اقسم بالله لا نعم والله شيخ عاد لقاه حق بغض اقسم بالله والله وين الثاني وين الثاني هو مسمح الله عاد المسكين كلامه انا دعمنا باللايك شير سبسكرايب والجرس يوصلكم كل جديد اكتبونا رايكم في التعليقات عندكم افكار ولا شيء تبغون احد يجربها في المعتز وجمال ودمتم في رعاية الله السلام عليكم.